ندرس إن شاء الله تعالى متن الدروس المهمة. لو قال لك قائل لماذا ندرس هذا المتن، أي متن الدروس المهمة، لماذا لا ندرس غير هذا المتن من الكتب؟ لأننا طلاب، والطالب لا بد له في طلبه للعلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، ورجعنا العلماء، العلماء نصحوا بهذه الرسالة. ثم لأنها على ما سماها المؤلف مهمة. لو قال لك قائل نعم هذه مهمة، لكن مهمة لعامة الأمة، وأنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم، نقول طيب نسألك عما في هذه الدروس، أجبت فالحمد لله، فأنت أعلم من عوام الأمة، وإن لم تجب ترى أنت لا تصلح أن تكون حتى من العوام، العوام أحسن منك. تعلموا ما يتكبروا على العلم والعلماء، هذا سبب الدراسة. أيضا أي كتاب تقتني، مجرد أن تأخذ كتابه وتقتني كتاب، ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ تقرأ المقدمة والفهرس، بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، هذا أقل ما يقرأ في الكتاب قبل أن تضعه في الرف. الدروس المهمة على ماذا تحتوي؟ على دروس، أهم هذه الدروس أو ملخص هذه الدروس ما يتعلق بحفظ القرآن، وما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد أي الشرك، ثم ما يتعلق بالصلاة والوضوء والطهارة، ثم تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ثم الآداب والأخلاق الإسلامية، ستة أشياء. من يعيد عليه؟ يعيد أشياء ستة، أعيدنا، ما يتعلق بحفظ القرآن، توحيد، الصلاة، طهارة، الصلاة على الميت وتجهيز الميت، والآداب والأخلاق. سهل جدا. نعم يا أستاذ عصام، أبو عصام، ما يتعلق بحفظ القرآن، لا أحد يتكلم. نعم، ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد الشرك، الصلاة، طهارة، التجهيز الميت، الصلاة عليه، والآداب والأخلاق الإسلامية، يعني أهم ما يتعلق بحياة المسلم. طيب